السلام عليكم سادة الحضور جميعا ورحمة الله وبركاته، وبعد، أهنئ مولاي ومقتداي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والزهراء البتول والحسن والحسين وسيدي مولاي قمر العشيرة أبو الفضل العباس عليهم صلوات الله بذكرى ولادة مولاتنا وسيدتنا بطلة كربلاء الحوراء زينب سلام الله عليها، وأخص بالتهنئة والتبريك إلى مقام مولانا مقتدانا ولي نعمتنا وقائد مسيرتنا المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكل عام وأنتم بخير. إلى كل قطرة دم أريقت في سبيل الله والحق والحرية، وإلى كل شهيد ضرج بدمائه في سبيل الدفاع عن مقدساتنا، وأخص بالذكر شهداء لواء أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، الذين دافعوا وضحوا ولا زالوا يضحون إلى يومنا هذا دفاعا عن مقام سيدتنا ومولاتنا الحوراء زينب والسيدة رقية. فإلى هؤلاء جميعا شهدائنا الأبرار الأبطال رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرى في الوجوه المؤمنة بولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين إخواني أعزائي وأخواتنا العزيزات، ما أعتقد أنه أحد لم يزر مقام السيدة زينب، وإذا لم يوفق لا سمح الله أسأل الله بحق زينب، بمصيبة زينب، بسبي زينب، أن يوفق لزيارتها دنيا وآخرة بجاه محمد وآل محمد. هسه وفاءً للحوراء زينب، شلون تتمشى مشاية أنت من البصرة تروح إلى كربلاء، من النجف تجي إلى كربلاء، من الحلة تروح بيادة؟ وفاءً للحوراء زينب أريدك تساعدني بالجواب، لأنه أنا محضر هوسات بس الليلة، محضر هوسات، وأريدك تثلج قلب الإمام الحجة بذكرى ولادة عمته الحوراء زينب. فإذا مستعد ارفع صوتك بالصلاة على محمد وآل محمد. أبتدئ بذكر مولاي وسيدي أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وأقول أعشقك يا علي عشق المجانين، يا أبا الحسن أعشقك مولاي أنا عشق المجانين، وأريدا بهالفرح عيدية يا أبو حسين الشفاعة وخدمتك والفوز بالدارين وخادم الحسين، تخليني خادم الحسين، صوتك تخليني خادم الحسين، كل واحد منكم خادم الحسين، خادم الحسين، تخليني خادم الحسين. شايف بالمانشيت على الأخبار يجيك خبر عاجل، كل احنا نترقب خبر عاجل، شنو هالخبر عاجل؟ بهالمناسبة بالذكرى بالولادة اجانا خبر عاجل، خبر عاجل وصل وخل تستمع للناس،
خبر عاجل وصل وخل تستمع للناس، المرقد زينب الحوراء مو حاجة لسيطرة وحراس، المرقد زينب الحوراء مو حاجة لسيطرة وحراس. ليش؟ لأن فوق الضريح ارتفعت راية لأن فوق الضريح ارتفعت راية العباس، ويم باب الشر دق الخيمة، يم باب الشر صوتك الشر دق الخيمة، يم باب الشر يم باب الشر دق الخيمة، يم باب الشر. أبو فاضل، هذا أبو فاضل، هذا أبو فاضل مو يدافع، يهاجم. زينب سلام الله على زينب، زينب هذا الاسم رب العرش سماها، مثل ما ذكر الأخ في الرواية أن الله تعالى سماها زينب. زينب وهذا الاسم رب العرش سماها، زينة لأبوها المرتضى حامل حمى عمي خلاها، باب الكرم والجود إش ما عندك طلب إنخاها، باب الكرم والجود إش ما عندك طلب إنخاها، تقضيها حاجات الشيعة صوتك صوتك تقضيها حاجات الشيعة إلك 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 تقضيها حاجات الشيعة. عمي بالسمة قبل الأرض انذاع هذا الخبر، خير إن شاء الله، بالسمة قبل الأرض انذاع هذا الخبر، نور العقيلة أزهر وضي انتشر، عم نقدم تهاني بهالفرح المن للمهدي المنتظر. شنقول له؟ هلا ومية هلا، استعد، هلا ومية هلا بميلاد زينب، هلا ومية صوتك صوتك، هلا ومية هلا بميلاد زينب، هلا صوت، هلا ومية هلا بميلاد زينب، هلا ومية هلا، ايوه هلا ومية هلا، عفية. مستحيل الدنيا تنجب مثل زينب، مستحيل، مستحيل الدنيا تنجب مثل زينب، مستحيل. زينب مخدرة عباس بتحام الدخيل، أمها فاطمة واسمها سماه الرب الجليل، أو كل من يخدم زينب، عمي كلكم خدمة، أو كل من يخدم زينب كرم الباري ويعزه، وكل من ها كرم الباري ويعزه، وكل من يخدم زينب صوتك، كل من يخدم زينب، كل من يخدم زينب. هذه حاطها الأخيرية لقضاء الحوائج، وأول حاجاتنا تعجيل فرج المولى، أجل الله تعالى فرج الشريف. وحقيقة أخواني أكو كثير من الأخوة والأخوات مرضى، سواء في مونتريال، خارج مونتريال، في كندا، في العراق، في إيران، في كل مكان، وموصينا بالدعاء. فلا تنسون في هذه الليلة وفي كل ليلة بالدعاء إن شاء الله لشفاء المرضى، لتعجيل الفرج ولقضاء الحوائج. هذا آخر هوسة وأسألك الدعاء. أقول من نذكر اسم زينب واجب أذكر العباس، باب الحوائج، قمر العشيرة، قاضي الحاجات. من نذكر اسم زينب عمي واجب أذكر العباس. ليش؟ لأن زينب وقمر هاشم نفس النبض والإحساس، والليلة يتلالى بجماله. أبو فاضل، الليلة يتلالى بجماله بجفوفه يحيي بهاي الناس. شي يقول؟
بحماية مرقد هالزينب صوتك بحماية مرقد هالزينب بحماية مرقد هالزينب مرقد هالزينب بحماية مرقد هالزينب اللهم عجل لوليك الفرج إلهي بحق زينب الكبرى عجل لوليك الفرج اللهم شافي مرضانا اقضي حوائجنا أدي دين المديونين شافي مرضى المؤمنين فرج عن أخواننا المعتقلين من شيعة أمير المؤمنين في كافة أنحاء المعمورة إلهي بحق زينب بسبي زينب بمصيبة زينب بتضحية زينب انصر مجاهدينا في كل مكان اللهم ارحم أمواتنا شهداءنا إلى من مات على الإيمان والولاية إلى شيعة أمير المؤمنين خدمة الحسين رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.